هناك وبالتالي دكتور جهد وطني. مأمون، هل استغل الاحتلال الإسرائيلي هذه الثغرة، الأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة، وشن هذه الضربات والعملية الخاصة، خاصة الآن هي ضد تحديدا الجهاد الإسلامي وليست حماس؟ التحدي نعم هو الإشكالية التي حدثت أن الاحتلال يدرك أن حركة حماس كل متطلبات الحياة في قطاع غزة مطلوبة من حركة حماس، وهنا كان طبعا الاحتلال استغل يعني الأزمة التي حدثت، وهي قضية مطالبة الجهاد الإسلامي بالإفراج عن الشيخ بسام السعدي أحد قياديها البارزين في جنين، من اجل واستغلت هذا الامر يعني في الوقت الذي كان الجهاد الاسلامي يناور من اجل الضغط الافراج عنه، الا انه اسرائيل وجدت فيها فرصه كبيره لان تبدا بالهجوم وان تباغت الجهاد الاسلامي في هذه الضربه. طبعا يعني كان الاصل ان يكون هناك استعداد اكثر لدى طرف الجهاد الإسلامي، وهذا طبعا يعني تطرح تساؤل لماذا لم يكن هناك يعني انتباه وحذر أكثر في ظل أجواء متوترة ما بين الطرفين، وبالتالي وكان هناك مفروض أن يكون هناك تنسيق أعلى في غرفة العمليات المشتركة ما بين الفصائل حتى لا يستطيع يعني يواجه المسألة التي واجهناها في المرة الأخيرة، أن يدخل الفصيل لوحده المواجهة بدون الفصائل الأخرى، بالرغم من ان يعني الفصائل الاخرى اللي هي حركه حماس كانت طيب، يعني لعبت دورا في توفير نعم، الغطاء والمساعده في توفير يعني الآن قدرات الجهاد دكتور الاسلامي محمود، للقيام دكتور مأمون،